موتت من الجوع. دعموني يا ناس، اي حد يدعميني، امانة اي حد معاه اكل يدعميني. هاي كيس اكل، معقول يكون في اكل؟ الله فاضل، بدي اروح اشوف اي حد ممكن يدعميني. ما عرفت شو يدعميني، انا ما يدعميني. لا عم تعمل شي شحلي. صبح ما شربت ولا اكلت. ما لا اشرب هذا حالي بشربك. اي ساعات النهار مالك يا زوزو بتعيط ليه؟ ضاعت ضاعت عروستي. بكم يا زوزو؟ 10 جنيه. 10 جنيه صاري واحد من حلوين. حد يدعميني، ما لقيتش حدا غير الولد ومش عايز يدعمني. بتعيطي ليه؟ هاي بنات بكام؟ بكام؟ 10 جنيه. 10 10 جنيه اختار واحد من الحلوين. احنا بنلعب لعبه كثير حلوه، خليني اروح اعيط. معقول يلعبوني؟ كل ما اسال حدا يدعمني او ياكلني او العب معه بيروح يقول لي انت شحاته. معقول يا اعترفي اهلك اللي مشغلينك؟ والله يا عمي عندي كلهم بيقولوا هيك، كلهم بيقولوا هيك، فيش عندي ام وابو، يتيمة، غلبانة، بابا بيشتغلش، ماما عيانة. روحي على الدار قولي لاهلك يحطوك في قلب الدار ويدعموك ويشربوك، هم مش يعملوك شحاتة وبالاخر ياخذوا منك الفلوس والاكل. فكرة مبين عليك بتكذبي، وكلهم بيقولوا هيك سارة، فيش عندي اهل. انا ما عليك انه بس انت قولي لي مين اللي مشغلك؟ مين؟ ابوك ولا امك؟ ولا حدا. يلا 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 عشانكم، يلا يلا ما شفتيش تاني مرة تقعد على دارنا هان. نعرف الاولاد الصغار صاروا يشحتوا والكبار يشحتوا، ارحمونا من الشحتة. سلام عليكم، ما حدش عاد يساعدني، انا زعلانة وعطشانة، ما فيش حدا يرد يساعدني. مالا يا رب خلي حدا يديني اكل. حد يقلك ليش نايمة ابو الشارع؟ ماما ماما بدي حرام وسندوتش واكل برضه.
ليش يا ماما الحرام والسندوش ومخدة وبسرش ولا شو ولا مين؟ لقيت واحدة بالشارع قاعدة على الكرتونة جايبة كيس ونايمة عليه. أبوها وأمها ميتين. لقيت واحدة بالشارع وأبوها وأمها ميتين. شو نايمة في الشارع؟ حرام يا حرام. وأهلها ميتين. هي حكت لك هيك؟ ما عادش تاكل ولا تشرب؟ هي حكت لي. أبيها ماما حكت لها ماما. طب اسمعي يا ماما حرام. أنا لقيت حرام البنت تنام في الشارع بنت صغيرة. روحتها واحنا بننيمها عنا ونجيب لها حاجات واكل وشرب وكل شيء. روح ناديلي اياها وتعال يلا بسرعه. ماشي يا ماما؟ ماشي. يلا هاي رجلي. انت كذبت علي واللحم والمخده والاكل. انت جاي تتمسخر علي؟ لا تعالي ماما بدها اياك عشان تجيب لك اكل وشرب. عن جد؟ طب يلا انا جاي معك. سيبك من هدول. هي هاد البنات؟ ايش يا خالدو؟ قال انت نايمة في الشارع؟ تعال تعال اقعدي. مالك؟ خالدو ما فيش عندها نايمة في الشارع. ليش يا خالدو؟ وين ماما وبابا؟ ما كان فيش عنده. كان فيش انا اللي بنتهم الوحيدة وماتوا في الشلقانة. يا حبيبتي اسم الله عليك. ماتوا في حادث سيارة. وين اخوالك؟ وين عمامك؟ وين اهلك قرايبك؟ كلهم بيحبونيش ومش قادرين ياخدوني. حسبي الله ونعم الوكيل. انا ما فيش عند اخت. خليها تيجي. طب خلص يا حبيبتي خلص خليكي عندنا. ها كله بسبب ابني هذا. هو اللي حكى لي اجيبك هنا وهو اللي ساعدك. شكرا. لازم تشكري هو. شكرا كثير. هلا انا بدي اروح اجيب لك اكل وشرب حاجتك اللي تشربيها واجيب لك حراب وروح خدي دوش ونروح على السوبر ماركت اول شيء مع بعض وراح اشتري لك حاجات وشغلات واشياء تشربيها. ماشي خالد. ما شفت حدا يعمل معايا كده. كانوا كلهم بتمسخروا عليا وهلا كمان غير يصير عندي أهل. شكرا يا خالتو. حبيبتي يا خالتو. شكرا عشان انت ساعدتني بعد ما الكورة فضي ساعدني. حتى القرايب رفضوا يساعدوني. ماشي يا ماما. يلا يا خالتو ايش ما بدك تسوي؟ I'm going to